أود أن أبدأ بكلمة سموها أحيانا قنبلة بالإعلام. أي. الموازنة ليست تفجيرية وإنما عفوا ليست انفجارية وإنما تفجيرية. أها. تفجر الاقتصاد العراقي، كارثة على الاقتصاد العراقي. هذا الرقم 197 تريليون جاء لغرض الانتخابات القادمة لتعبئة بعض المواطنين من أبناء الشعب من أجل أن ينتخبوا لولاية ثانية رئيس الوزراء الحالي. أنا لست ضد رئيس الوزراء، من حقه أن يسعى لخدمة مصالح شخصية إلى جانب المصالح العامة، لكن أرى في أن هذه الموازنة من حيث حجمها وبالظروف التي نعيشها حاليا ستقودنا إلى مسار كان يعمل به حسين كامل سابقا عندما يبني جسر الطابقين ببندين ورق بطال، هذا ما قاله. وعندما رددنا على ذلك جاءنا الرد الأكبر من الرئيس القائد حفظه الله بأنه لا نريد منظرين وإنما نريد مدبرين. الآن يعني كلامي ربما مشابه للفترة السابقة. أنا أرى العملية تهديم للاقتصاد العراقي من حيث الحجم ومن حيث النتائج. الموازنة ستؤدي إلى تضخم غير اعتيادي، الموازنة ستؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وإلى كارثة اقتصادية ستحل بالعراق قريبا، بدليل أن البنك المركزي لا يستطيع الآن أو لم يستطع الحفاظ على سعر الصرف عند مستوى 140 وعادة الدكتور همام للصعود، لأن المتعاملين يعرفون ما ستؤول إليه الموازنة بعد إقرارها.